يلي حلمه أكبر منه بكذبة صغيرة بيوهم كل الناس، واللي بيقدر يضحك غصبا عنه بيربح كل فهم شو عم يصير. اتجوزتي ورجعتي بدك كل شيء، ما رح يخلص الحديث بنص ساعة.
كل شيء تغير بهالست شهور. شو اللي تغير بقى؟ الدنيا كانت عم ترميني يمين وشمال وعم تلعب فيني. أنا هلا عم بلعب بالكل. يا بربح وبكسب وبطلع لفوق فوق، يا بخسر كل شيء. وساعتها رح انتحر لأنه ما حدا رح يرحمني. لاحظ إنه أنا دائما اللي راحمتك؟ أنتِ راحمتيني؟ وعند أول فرصة صحت لك رميتيني مثل الكلب. شايف حالك؟ أنت هيك عادتك، كل ما بتكون غلطان بيرتفع صوتك. ومع هيك عندي رغبة حقيقية ما أخسرك طول عمري. ما بتتمني تخسريني؟ شوفي ليلى، الناس وقت بتقسم على الحياة المشتركة بتتقاسم نفس المصير، بتعيش مع بعضها وبتموت مع بعضها، مثل ما بيقولوا على الحلوة وعلى المرة. انتي بدك لعلى الحلوة، لعلى المرة ما بدك اياها. انتي طول عمرك بدك ياني الزلمة اللي بتحلمي اني صيره، وكل حياتك معي هي برسم الانتظار، عم تنتظري بس ما عايشة معي حياة حقيقية. مثل ما قلت لك بدك اياها على الحلوة بس. بس للأسف تركتي بالوقت الغلط. بالأحرى أنا تركتك بالوقت الغلط، بالوقت اللي ما رح يناسبك، لأني هلأ بلشت ألعب على حياتي. هلأ رح أكسب كل شيء، ويا أما فعلا بكسب كل شيء وبعيش وبطير، يا أما بموت. مر بعيونك. هاي جبتيني لعندك مثل ما بدك. مثل ما بدها مرة مثلك. شو يعني مرة مثلي؟ مبدئيا شو رأيك حاجة تشرب؟ هاتي هاتي، ماني سكران ماني سكران. بالله مانك سكران؟ لا ماني سكران. فرجيني خلاص فرجيني وشك مو سكران. طلع فيني، طلع طلع فيني. مرة مثلك عيونك حمر مثل الدم صاروا. بدها جنة وبدها النار، بدها زوج وبدها عشيق. حبيبي ماضي أنا مو حبيبي الماضي أنا. الله بيعلم قديش فيه حبيبي كمان. هي خلص بقى قيم هالكاس من ايدك. قال مو سكران قال. أنا اللي ما عم صدق، أنا ما عم صدق لهالدرجة، لهالدرجة مرة مثلك تكون. تكون شو؟ ما بدي أحكي كلام طالع نازل. معلش معلش. والله يفضل، لأنه إذا طلعت من دمك كلمة ماني حاببتها ما عاد فيك تسحبها وبحياتي ما رح سامحك عليها. طيب أنا هلا شو عامل؟ شو عامل؟ قوم عفسك قدام كل الناس هلا مشان تنبسطي؟ شو هاللي عم تساويه؟ ما بدك تسمعني؟ في شيء أنا حابة أقول لك إياه، حابة أحكي لك إياه. ما في حدا بالعالم بيعرفه غير أنا وأختي وزوجي. مو حابب تسمعه؟ بلا خليك قاعد لحالك. لا تركيني لا تركيني اليوم. خليك هون، حاسس انه بده يصير شيء كبير اليوم. لا
اتركيني معلش، حاسس اني بدي انتحر. لا شو صار لك؟ ارجوكم هدوا هدوا، بساعدك بشيء؟ لا لا خلص يسلم ايدك. بس كاسة ما صوت كيفك؟ فيك تجي على باب توما؟ بالبار يلي ملتقى فيه دايما. ما بعرف شو صار له، في راس مين يعني قاعد طينة عم يخبط الشرب الغروي. بوس ايدك لا تطول يلا. خير يا طير؟ طلع عاوزك. يلا مسموح التدخين بالسيارة مو هي؟ هلا دخن مو مشكلة، المهم تفهم علي منيح مسعود، بكرة بده يكون كل شيء خالص. اليوم رفيقك بده يجي لعندي على المكتب ولو الساعة 12، بده يخلص كل الإجراءات اللي اتفقنا عليها. رفيقي انسى، مالك شغل معه، شغلك معي أنا. رح خلي رفيقي يبيعني الأرض بعقد براني، وأنا بعدين برجع بتنازل لك عنها لما ببيعك إياها. ورقة الضد معك، إيمت ما بدك فينك تستعملها. أوكي. ورزقتنا معلم. على الخلاص. ما في شي مستعجل، الأرض بجيبتنا. سعود، إذا بتفكر للحظة إنه تلعب بديلك، رح دفعك الثمن غالي. أنا لغة التهديد ما بحبها يا غالي. والله يرضى لي عليك، لا عاد تستخدمها معي مرة تانية. طلع بهالشكل، هذا منظر واحد عنده شيء يخسره. ملايين براسنا كلها بهالمصلحة، ولا قدامنا ولا ورانا. بقى الله يخليك، ضبط لي لهجتك معي مرة تانية ولا عاد تهدد، فهمت يا حلو؟ خاطرك. الله معك. ليه بينفتح بابها هي؟ هي اللي تحت الفضية. مسعود الله يوفقك، خلصني من الهم. هلا قبل ما طلعك من هالقصة ودخلك بغير قصة امسك صحصح. ليك مسعود، أنا ما برجع على البيت حتى تخلصني. ها أنا جبان يا مسعود، جبان. لا أنت مانك جبان، أنت شجاع. لو كنت جبان ما كنت عملت اللي عملته. بعدين من شو خايف؟ لك بدي افهم من شو خايف؟ نحن امورنا قانونيه 100%، والبيوع كلها صحيحه ونظاميه. عقد بين البايع والشاري، وفي اثنين شهود، واحد منهم ابنه المحترم اللي ما حدا بيقدر يقرب عليه ولا حدا بيقدر يمسه بشعره. شبنا منروح فرصه انه نضاعف الشغل تبعنا ونضاعف الرزق تبعنا. ولك شد حيلك، وكاني عم بحكي مع حالي. الصبح رح يطلع، قوم هلا صحصح، غسل وشك، اعمل لك هيك كم مشوار، وبس يطلع الضو رجع على البيت. بتفهم؟ اشرب. طمني حكيم.
سرطان منتشر داخل الجسم، فتحنا البطن وسكرنا ما قدرنا نعمل شيء. طيب فينا ناخده على البيت؟ هي إذا لحقته. الله يسامحكم. يعطيك العافية أختي، رجعي بعد يومين. تجيك العافية، كتر خيرك الله يا رب. سلام. شرفوا شباب، يعطيكم العافية. شو الأخبار؟ كله تمام مسعود. الحجي يا حرام صابي حماسي، السرطان انتشر بصدره كله والأطباء ما قدروا يعملوا له شيء، مسكين. الله يرحمنا. شكرا بهيج. مع السلامة. يلا بخاطرك. رايحك؟ ايه خايف من نسيت شيء. نظاراتي وين؟ شفتي اليوم النظارات؟ ليكن على عيونك، شبك مضيع اليوم. ايه والله ابنك في راس ما في خبر ولا في حس ابصر. الله يجعله. ولك ابني وينك؟ والله ابن الدنيا شغلت لنا بالنا. وين كنت؟ تعبان. كنت في حلب ضروري شغله. لا حدا يفقني إذا سمحتوا. تعبان شوي. يا خاطرك. الله معك، دير بالك على حالك. شرف استاذ مسعود، هاي وراء البدا الضائع جاهزين. الله يسلم هالإيدي. الله يسلمك يا رب. كلهم كاملين تمام؟ كلهم كاملين. قد حسابنا هي؟ 100 ليرة بس أستاذ مسعود. على راسي. خلي علينا أستاذ مسعود. تفضل. شرف. تسلم. أبو قاسم؟ يا أبو قاسم؟ نعم أبو سعود. حكينا شوي دخيل عينك. نعم. زكاة عيونك انطر لي الرزق، أنا فايت على المديرية وراجع. بس لا تأخر. خيرك ما بتأخر. لا يا الله. مرحبا. زين. زي سمك الطابق 50 ليرة. صاحب الرزق مو هون. استنى شوي، إذا مستعجل اشتري من هيك. على الآن بين المدير العام والأستاذ أكرم. ما طول عمره على الآن بيناتهم، الشغلة مو جديدة أبو صبي. لا لا لا، هالمرة كسر عظم، وهلا كل واحد عند معلمه. أيوه. وعلم سيدي، وصبيح بمعيتك مشينا يا أبو صبارة، هي من ضحايا الفيضان. إيه. وقع لي إياها من نائب المدير العام عشان يحول لي إياها. صح. مكتوب الله معك. الله معك. آسفين جدا لإزعاجكم، بس من بعد إذنك بدنا توقيعكم الكريم على هالمعاملة. تكرم اسمك. كله نظامي على 24 مثل عادي. وفي نسخة القرار كمان. الله يعطي العافية يا راس. من داحشة. كتر ألف ألف خيرك، شكرا، لا تواخذنا. مسعود، إذا المدير العام ربح المعركة رح تروح تعفيس بين الأجرين. ليش بشو قصرت أنا مع المدير العام؟ فوق ما اشتغلنا له ببلاش يا معلم. هيك بكون اشتغلت لاثنين وهي مشكلة كبيرة. بس كمان في مجال توصلهم إلهم هن الاثنين، إنه أنا مالي لحالي، اللي ظهري يحميني، وإلي معلم أقوى من معلمينهم هن اثنين سوا، ما بيتركني. سلام عليكم. بس نحن هلا مجرمين. شلون حسبتها هاي؟ شاركنا بجريمة كاملة يا مسعود. يه؟ وين هالجريمة الكاملة؟ مالي شايفة. في واحد شلحنا أرضه. ولمين أعطيناها؟ يا مسعود، في ناس حرمناهم من الورثة اللي هي حقهم، حقهم بالقرآن وبالتشريعات وبالقانون وبكل شيء. شوف في راس، بدك تنسالي هاي الفكرة تبع إنه نحن مجرمين. نحن ببساطة ساعدنا بني آدم على إحقاق الحق
مقابل أجر مادي كبير. هاد بس اللي ساويناه. مسؤولية قانونية ما علينا بنص فرنك. لك مو أنت بإيدك خبيت العقد بين عقود المعمل؟ إيه. ها؟ معناها القانون يا حبيبي لا يحمي المغفلين. نحن أدوات، صحيح أدوات وسخة شوي، بس ما لنا علاقة. المجرمين هن بهيج وحساس. نحن لا زورنا ولا أجبرنا حدا ولا أكرهنا بني آدم ولا سحبنا بارودة وهددنا إنسان. نحن مجرد أدوات. فهالكلمات الكبيرة تبع إجرام وجريمة الله يخليك لا عاد تستخدمها. لك يا أخي ما بدي شوية ضمير صاحي يخرب لي حياتي وحياتك. بدنا نعيش، بدنا نقب على وش الدنيا، بدنا نقعد بهالمحلات ناكل مشاوي، ناكل شيش طاووق، نشيش، نشرب لنا كاس. لك يا أخي حقنا، هاد حقنا. مالك سمعان بشي اسمه غسيل أموال؟ الله يرضى عليك. من بكرة بتنزل وضميرك مرتاح على الآخر على الشغل. لا تنزل وانت هيك بهالبساطة؟ ولك ايه بهالبساطة. ألو، أهلين بهيش، شو هالحكي؟ لا 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 لا، الله يرحمه. ماشي ماشي، بحكي معك، مع السلامة. توفى غريمنا أبو حسان. جهز لي حالك، ها بدنا نروح على التمساية بثالث يوم. قبل ما تخلص التمساية بخمس دقائق منفوت أنا وياك لحتى نمثل المشهد ما قبل الأخير. ما بدي، ما بدي أروح، بدي أروح. ما على كيفك، بدك تروح لحتى تشوف بعينك هالعيلة اللي على قفا الكيلة. بتقلي مجرمين؟ الصهر ناطر يموت عمه لحتى ينهب مصاري مرته، وهذا رايع على الحج سبع مرات. والأخ اللي ناطر يموت أخوه لحتى ينهبه وينهشه. والعم اللي ساحب سيفه ورايح جايب لي معه مشايخ لحتى يطالب بمصاري الولد المريض. رح فرجيك بعينا كيف نحن أحن على هالعيلة من بعضهم البعض. وبتقلي إجرام ومجرمين. رح تبقي هون ولا رح ترجع على أمريكا؟ راجع على أمريكا. يسلموا، بشغلة شهرين طلعت. لولو بدها تقضي هون 9 أشهر 3 أشهر بأمريكا. وجوزك؟ جوزي مبسوط هيك وأنا مبسوطة والكل رضيان. عيلة كتير تفكري فيها وتتعبي حالك. أنا مرته فأولاده جبنا، وهلأ أنا معه هيك برستيج عشان الواجهة ما حلوة. مدري ليش تخيلتك تكوني سعيدة بحياتك أكثر من هيك. من قولك ماني سعيدة؟ من قولك إنه السعادة زلمة يلزق فيك 24 ساعة تطبخي له وتكنسي له وتمسحي له؟ غريبة أفكار السعادة هاليومين، كأنه صايرة موضة بالبلد. شو بك؟ ولا شيء. عادي. ولا نظن أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ونقص من الأموال والأنفس.
الله يرحمه. تعيش. الحقيقة المرحوم كان له بذمتنا مبلغ صغير. بارك الله بك يا أخي. بس من طرف شو الحسبة وقديش المبلغ؟ المبلغ 1,000,000 ليرة بقيها من حساب أرض المزة. شلون؟ مثل ما بتعرفوا حضرتكم المرحوم باعنا أرض المزة قبل ما يتوفى. أنا إن شاء الله يوم السبت بمرق لعندك على المكتب بركي بعض الظهريات مشان نتفاهم على تفاصيل السداد ونحن جاهزين للدفع مشان الورثة طبعا يوقعوا. هلا المبلغ صار من حق الورثة وإلا مضطرين نحطهم بصندوق المحكمة. يلا الله يرحمه. الله يرحمه. حسان مين هالمجانين؟ هدول مو مجانين، هدول جماعة اشتروا أرض المزة وأنا كنت شاهد على العقد. بعلمك؟ أي بعلمي. مرحبا أستاذ عبد الحكيم، يعطيك العافية. يا ريت تجي لعنا على بيت المرحوم. لا ضروري تكون موجود، بدنا نفتح الخزنة ونحصل الموجودات. أنا ما بدي وجع راس الله يخليك. الله معك. شلفوا. خير شو في؟ شرف معنا. حضرتك اكيد بتعرف ان البلد فيها قانون مو ماشي هيك. في شكوى ضدها بتهمة نصب واحتيال. طب من بعد اذنك بس دقيقة لحتى غير تياب وجهي. ماشي. بدنا السيد فراس إذا سمحت. خير؟ في شكوى ضده. فراس مسافر. خير شو قصة؟ في أحد الناس مشتكي عليه بتهمة نصب واحتيال، بدنا نفتش البيت إذا سمحت. طيب ممكن نشوف إذن بالتفتيش؟ شرف. إذن النقابة؟ أي نقابة؟ نقابة المحامين، لأنه في ناس محامي. آسفين ما بنعرف، لا تأخذنا. أهلا وسهلا. هلا. إيه مسعود؟ بأي قسم أنت؟ إيه خبرني أبي. طيب جيب الاوراق المطلوبه بيجي. يلا باي باي. سبعان معلم، سبعان شو عم يحكي؟ هي قدامكم قدام الحكومه عم يحكي هالحكي، وانا كمان بدي اشتكي. على مين بدك تشتكي؟ بدي اشتكي عليه، بدي ارجع عليه بدعوى افتراء، ويا ريت تنزل بالضبط. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل منك انت. بالاول انفوت بالنصب بتاعك انت. انا بدي انصب، انا نصاب سبعان سيدي عم يتهمني بالنصب. اذا ما خليتك تختخ بالحبوس ما بكون انا الشيخ عبد الله. لك روح روح اعمل اللي بيطلع بايدك. هي قدامك سيدي عم يهدد قدام الحكومه، ضربني وبكى وسبعني واشتكى. خلصنا بقى، عيب عليكم. اهلين نقيب محمود، شو طلع معك؟ سيدي ابرز سيد فراس عقود موقعة من المرحوم، من الواضح انه البيوع قانونيه، اللهم اذا كان هناك اي تزوير. على كل هذا الشيء تفصل فيه المحكمه. سيادة العقيد ممكن اعرف شو القصه؟ بعرفك على حالي انا المحامي فراس. شرفنا استاذ. الموضوع انه السيد عبد الله جايب معروضه من النيابه العامه بيدعي فيه عليكم بالاحتيال على السيد ابو حسان وموكلته السيده سحر.
على كل حال نقيب محمود، خذهم على المكتبة، خذ إفادتهم وسكر الضبط وصرف الناس على بيوتها. يعطيكم العافية. أنا متأكد إنه الموضوع نصب كبيرة وابن المرحوم له يد فيها. شيخ عبد الله، أخي رافع، الورقة اللي بين إيدي كله سليم. حتى ولو كان في نصب بالموضوع للأسف ما راح تقدروا تثبتوا شيء. يعني شغل محترفين وبيعرفوا بالقانون؟ لا، وشو بيقول الضابط؟ ما فينا نمنع الناس تبيع وتشتري، ولا في قانون بالبلد بيقول للناس منين جايبين مصاريكم، والعقد مزبوط والتوقيع موجود على قبض الثمن، وقصتكم عنا خلصت، وهلا فيكم تتابعوا الموضوع بالمحكمة. والأنكى من هيك، قدم شكوى فيني، بقى شو الحل؟ شوف شيخ عبد الله، أنا برأيي أول شيء نحل وديا مع حسان، حتى ولو حكينا مع ناس من فوق ما رح نحسن نسبة شيء. لا تنسى إنه ما في شيء بالقانون بيمنع إنه المرحوم يعطي ابنه مليون دولار، ومرتك وابن أخوك إلهم حق بأموال المرحوم من لحظة الوفاة. حسبي الله ونعم الوكيل. لا، وحسان ذكي، جاب المحامي وثبت موجودات الخزنة بمحضر رسمي. بقى شو بدنا نعمل هلا؟ الحل يا سيدي أول شيء إنه تخلصوا حالكم من القضية اللي راح يرفعها عليكم مسعود، لأنه محبوكة وأقل شيء بتاخذكم وبتجيبكم عن محاكم سنتين ثلاثة. بس كل الناس بتعرف. يا أستاذ رافع، شو بدي بالناس؟ أنا بيهمني الورقة اللي بين إيدي. نصيحتي أول شيء نخلص من القضية اللي راح يرفعها علينا مسعود، وبعدين بنتفرغ لحسان وبنحل له مشكلته بهدوء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيراً؟ جايين نتفاهم معك. شوف عمي، صاحبين العلاقة أختي وأخي، ونحن عائلة بقلب بعضنا وأحرار بين بعضنا. فهمت ولا عدلك؟ بياريت تتيسر من هون قبل ما أفتح لك قصص تبدأ بسرقة أموال التبرعات تبع الجامع وما بتنتهي إلا بسرقة أموال الحجاج. الله معك. شوفي شو بكم بابا. شو هي قصة النصب والاحتيال تبعكم؟ نصب؟ مش الصبح اجت الشرطة وسألت عنك. هذا مشان هيك؟ والله فكرت في شيء. بابا بدي اعرف القصة. ما في شيء مهم. أنا مشتري أرض لصالح ناس، والورثة طاعنين بالشراء. وبعد التحقيق طلع كل شيء نظامي. الناس علقانة مع بعضها، نحن ما دخلنا، هي كل القصة. إيه بابا، بس أنا بدي أشوف الأدبارة كلها. ما فيك تطلع على أدبارة ما لك دخل فيها ولا طرف فيها. ما بتقدر، هي أسرار، أسرار موكلين وزبائن، وحضرتك مانك قاضي تحقيق. ما في داعي ضل طول عمري أثبت لك إني بريء من جرائم ما ارتكبتها. أنا آسف لأني عم صرخ، بس ما في داعي يعني تكذبني. بطل تكذبني وتصدق أي حدا بالشارع. شوف أستاذ، بدي ما مطمر مطر، راح أخليهم يدوخوا، بدي أخلي راسهم يفتل بالمحاكم، بدي أخليهم يجي يبوسوها لهالصرماية وأنت أكبر قدر. هيك أنا حابب أتمرن. وأنا جاي على بالي بأول دورة مرسوم أرجع الكلية. شو بتستقني؟ بدي أرجع أتدرب من أول وجديد. خالصين أستاذ؟ إيه خالصين. ها شبك هاي الأدبارة، هاي الرئيسية وهي الملحق تبعها وراها. ماشي، سلام إيديك. أخرناك ولكعناك. على عيني، السلام عليك. إيه أخي، للآخر بدي 200,000 ورقة شرفية. أستاذ مسعود، القصة إذا كبرت ما هي من مصلحتك أبداً. أنت هيك بتظن. أنا حطيتهم براسي خلاص، وبدي 200,000 ورقة لحتى يتعلموا ما يستخفوا بالناس مرة تانية ويعرفوا إنه البلد فيها قانون، أو بتسيرن بالمحاكم ما ورانا شيء. مسعود، مسعود خير؟ الدنيا قايمة ومي قاعدة. أستاذ أكرم طار باي، والمدير العام بقيان. ما توقعت معلمه يدعمه لهالدرجة. وانت شو وضعك؟ انا بطير لما بطير محلمي. انت من يوم يومك بطير بس ما بتعلم. انا ما بدي اعلم، ما بدي اعلم، خليني تحت احسن. سلامي على المكتب، جيب السبوتيات كلها وتعال. ايه شو صار معنا عمي؟
استاذي 50,000 ورقة مني إلك تطيب خاطرك. 100,000 كرمال هالوش الحلو. 60,000 آخر كلام، شو قلت؟ 75,000 وما بينقصوا فرنك، وهي كرمالك بس. معناتها خلي الأستاذ فراس بكرة ينزل ويسقط حقك. والمصاري؟ المصاري على باب المحكمة بتاخدهم. صار. السلام عليكم. شرف أخي، ظبط أبو زهير لشوف. بزبط لك أبو زهير، بزبط لك الدنيا كلها. بس أنت لا تحسسني أني فسدته لهذاك الطفل الخجول الحساس البريء ببوس إيدك. لساتني خايف مسعود. ولك لا تخاف، لا تخاف، الخوف هلأ ما بيلزمنا يا بني آدم. طلع لي وشك الثاني، هاد اللي رح يلزمنا. ما المشكلة أنا كيف بدي طلع الوش الثاني دفعة واحدة؟ طالعوا تقسيط يا أخي، بس طالعوا. اليوم روح خد إجازة من كل شيء، عزوم لينا وأعود أنت وياها بشي محراق مرتب واحتسوا كأس من النبيذ الفاخر، وبكرة تعوا أنت لابس وشك التاني. كبرت القصة في رأس وبلش اللعب عن جد، وبدنا نلعب جد. بسدوا لأبو زهير، بسدوا، بحسوا عم يتعامل معي كأني زهير، وهيك بحس إنه زهير ما مات، والجبان اللي فيني لازم يموت. غريب كلامك. إيه فعلا فعلا. يمكن أنتي ما تتحملي إني ما أكون جبان. ما أتحمل إنك ما تكون جبان؟ إيه تخيلين مثلا هلا أنا قبضاي وحمش وجحش. حلو. حبيت هاي الجحش والله. أحلى. عن جد عم بحكي. أصلا أنا عم دور على واحد قبضاي. أبشع شي كان فيك إنك جبان. بقى هيك منيح. بلكي بتنتقمني من هالدنيا. ترجع لي حقي. انت ولا مرة سألتني شو صار معي بأمريكا؟ لا سألتني. بس ما سمعت الجواب. شو بدك أكثر من هيك؟ معك حتى تخلصي مني للأبد. وبلكي ما خلصي. زهير اجا مثل المقتول، تغدى ونام، صار له 6-7 ايام على هالحاله. يا ابو زهير بيطلع وش النهار وبيرجع وش الفجر. هعمل لك فنجان قهوه. كتر خيرك. مسعود أهلين أبو زهير. تعال معي، عاوزك شوية. حاضر. طلع تشاز جنسيا. دررررر. ما عنده مشكلة يعني. بس ما بحب البنات. بتمنى انه هذا الحكي ما يطلع لبرا. اذا كان في
إذا كان فيني تاخذ وتجيب فيني عشان تعرف إنه أنا ما عندي شيء أخسر. عادي لوين رايحة؟ لوين رايحة؟ على كيفك ترمي قنابل وتمشي؟ شو عم تحكي انت؟ كيف يعني طلع جاز؟ كيف تقبلي على حالك انت؟ ليش ما طلقتي؟ شوف حبيبي، انت عن جد حبيبي، انت الشخص الوحيد اللي حبيته بحياتي، وأنا أموري حزمتها. إذا بتتزوجني أنا بطلقه، وغير هيك فرقانة بأي شيء. هيك بكره المساء.